لم يكن الاستعداد جيد. بعد ذلك مع الأورغوياني كارينيو أيضا لم يكن الحضور جيد. مع المحمدي كان رائع، ومع الآن على الطرف الأيمن عبد العزيز الحربي يلعب الكرة بالرأس وعدت سهلة، وما زال الجليدان واحد منهم عثمان العثمان، وعدد من الأسماء سعد الشرفة، وعدد من الأسماء اللي موجودة في نادي الفتح. هذه كرة للحزم خطي موسم، طبعا خلاص الهداف راح إلى الأسطورة الكبير كريستيانو رونالدو، النجم العالمي ونجم العالمي كريستيانو رونالدو. الجليدان استلم يلعب الكرة العرضية، جميلة 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 عرضية الجليدان، رائع. سليماني عدى بكرة على الطرف الأيمن، يتقدم فهد العبيد على اليمين، نقلات تمريرات، يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء. يعني سنوات طويلة مع الفتح. تمريرة في العمق، الحربي خلص كليا، أحمد الجليدان عرضية، محاولة والعازمي يتدخل، فرحان العازمي أبعد الكرة واللعبة حولت وعدت إلى خارج أرضية الملعب إلى أمام لاعبين. تيو سدد، محاولة وتغطية دفاعية، فرحان العازمي، استلام المختار رائع جدا، عدت فرحان العازمي، حاول عند سالم النجلي تغطية عليه، حاول وتغطية. آخر الموسم تلاقي بعض التعب في المحاولة. كريستيان تيو حاول يمر، عزام غادر، يبدو أن عمر رويلي هو الحربي في الاستلام، عدى بكورته بالخلف اليسار، سالم النجلي، العرضية من سالم، اصطدت، عدت، نعم عدت، محاولة سالم النجلي والتغطية عليه من الرياض. حتى الآن يخطو لنفسه بخطوة رائعة جدا ويتقدم بهدف، ولا يعني شيء الكثير في المركز السادس، لكنه بالنسبة للبطل انتهى والبطولة خلاص من زمان. الحديث على القادم، المباراة في ريح الجلعود 4 دقائق، راح نشوف الآن كم عدد الوقت بدل الضايع.